عندنا بقى تصريحات ما قبل المباراة، جماهير الهلال او الصحف في السودان لقت ان انت اتعادلت مرتين معانا، فزنا عليك مرتين، انهزمنا مرتين، فبالتالي الكفة متوازنة. فبدأت التصريحات تطلع على شكل كنا دايما بنشوفها المديرين الفنيين للفرق المنافسة، لقينا بقى الصحافة المرة دي الهلال يدخل الرعب في قلعة الأهلي المصري. تخيل، ده تصريح بيقال في مواجهة النادي الأهلي، وتصريح تاني ثلاثية كرينكو جودوين وداريو كان صداع في رأس يعني. الأهلي المصري طبعا جودوين ده اللي هو كان في 2007، والثلاثية دي كانت في مباراة 2007 اللي كانت صعبة تتكرر تاني. هم عايشين على ذكرى المباراة دي بالظبط كده، يمكن عشان دي كانت آخر مباراة. التصريح التالت، بعثة الهلال تصل القاهرة لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وبيقولوا إن البعثة شاورت للنادي الأهلي بثلاثية يعني. المدرب كان متزن جدا في تصريحاته يا احمد، بخلاف الصحف السودانيه، وقال اللعب ضد الاهلي ممتع لانه احد الفرق التي رسمت تاريخ الكره في العالم وليس افريقيا فقط، سعداء بمواجهه نادي القرن الافريقي. بالتاكيد حاجه، راجل متوازن وراجل عارف ان هو بيواجه نادي القرن فعلا الافريقي، فكان لازم يكون تصريح كده على عكس مدربين جنوب افريقيا والانديه دي.